وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دمهم بالله ايش دمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك معلومات لدينا بأن الطلبة أصلا مصرحين، لا يوجد طلبة في هذا الموقع. أيضا أن هؤلاء متدربين لصالح ميليشيا من الميليشيات الموجودة هناك. يعلموا فيهم طلبة متقدم واقفين في نص الساحة، نص الساحة جاء يضربهم الطيران وهو في نص الساحة. يا عمي 20 سنة مواليد 2000، والله مواليد 2000، وبإذن الله رب ياخذ حقهم، والله لما ياخذ حقهم، وحسبي الله ونعم الوكيل. اللي مأيد المجرم هذا اللي يقتحم في ديارنا ويهدد في مساكننا ويسرق فرواح ابنائنا ما عادش يسكت عن موضوع هو. إثر تفجير شاحنة محملة بالمواد المتفجرة كانت قد اقتحمت بوابة معسكر لتدريب خفر السواحل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة كملوا